إذن معنا الحارس الذي تألق في مباراة كبيرة، مباراة الأحلام ضد الرجاء البيضاوي، بعد الانتقادات التي تحدث بها ألسنة كثير من المتتبعين. الرد كان اليوم بطريقة احترافية كبيرة لحارس اسمه منير المربط في مباراة صد فيها لضرب الجزاء ولإعصار من الرجاء البيضاوي، تألق فيه بشكل كبير، وإن كان التعادل بطعم الانتصار بعشرة لاعبين كان سيدهم بدون منازع. منير المربط، كيف تعلق لنا على المباراة وتألقك اللافت للنظر في هذه المباراة؟ الحمد لله، كنشكر بعد أولا اللاعبين المقابلة اللي قدموها، كما يعرف جميع لعبنا بعشرة لاعبين، فاليوم كجميع المقابلات فحضرت لها كجميع المقابلات، فالحمد لله اليوم توفقت والحمد لله. فالانتقادات كاينين في الكرة، فالحمد لله اليوم ردت على المنتقدين. فأنا كنقول المدح والانتقاد كاين في الكرة، ولكن الانتقاد البناء. فالحمد لله، فربي اليوم وفقنا، فنتمنى من الله نمشيو خطوة بعد خطوة وتوفيق ونفرحوا الجمهور ديالنا اللي كتساند الفريق في السراء والضراء. فنتمنى من الله يكون الخير في الدورات القادمة. فرجعوا المقابلة، فالرجاء البيضاوي فهي قدمت واحد ثلاثة دورات في المستوى العالي، فاحنا كنا عارفين المسؤولية اللي علينا، فالحمد لله دخلنا وقمنا بالواجب ديالنا على أحسن وجه. فالحمد لله الدراري قدموا واحد المقابلة كبيرة ونعاود نشكرهم، فنتمنى من الله أن نتوفقوا في السيمانة الجاية وباقي الدورات إن شاء الله. احنا حاسين بالمسؤوليه اللي علينا، فالجمهور كيطالب بالنتائج، ونتمنى من الله نتوفقوا باش نكونوا عند حسن الظن الجميع. اذا تحيه لسيمونير الذي كان متميزا، نتمنى له كامل التوفيق فيما تبقى من مباراته مع النهضه البركانيه. وهكذا كان الرد بطريقه احترافيه، التصدي لضرب الجزاء، وكان واحد من الاسود التي دافعت عن العرين. على امل اللقاء بكم في سجواب قادم ولقاء قادم مع لاعب متميز. لكم تحياتي من هنا من مستودع ملابس النهضة البركانية بالملعب البلدي. إلى اللقاء.